السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا عشان الصيف الحر ما بنحبش ندخل المطبخ كتير، فالنهارده هعمل معاكم حاجه سريعه قوي، سمبوسك او السمبوسه. طبعا السمبوسه من الاطباق الجانبيه اللي كلنا بنحبها، كبار وصغيرين بمختلف حشواتها. النهارده هعمل معاكم السمبوسك بعجينه السمبوسك بس من غير ما نعجن. هعملها معاكم بعجينة السمبوسك الدائرية، أنا لقيتها في الماركت فحبيت أجيبها وأصورها، لأن أنا عارفة إن في كتير مننا ما يعرفوش إن في عجينة سمبوسك دائرية. كلنا متعودين على السمبوسة الشرايح، بنجيبها وبنحشيها وبتبقى على شكل مثلثات، فحبيت أوريها لكم للناس اللي ما تعرفش إن في سمبوسة عجينة. هفتحها وأوريها لكم من جوه، هي بتبقى دائرية شكل القطايف، بتبقى كل واحدة في كيسة كده، بينها وبين التانية كيسة عشان ما تلزقش في بعض لانها بتبقى طريه. احنا بنطلعها قبل الاستخدام من الفريزر ب 10 دقائق ربع ساعه، مجرد انها بتفك، هي بتفك بسرعه جدا، ما بتاخدش وقت طويل في الفك. بعد كده ببدا اشكلها. الحشوه طبعا كل واحد على حسب ما هو بيحب الحشوه، ممكن تحشيها لحمه مفرومه، ممكن تحشيها جبن وفلفل الوان، ممكن تحشيها جبن وشبت، الشبت برضو بيدي طعم حلو قوي جواها، ممكن خضار، ممكن سبانخ. طبعا الحشوه دي شيء يرجع لكم، انتوا بتعملوا الحشوه اللي تعجبكم. انا بالنسبه لي اللحمه المفرومه دي انا كنت معصجاها وكانت زياده عندي وكانت في الفريزر، طلعتها وفكت. انا هنا لما جربت لقيت ان الجهاز التاني اكبر شويه، خلي بالكم لانها بتبقى طريه قوي، فاول واحده تعتبر باظت شويه مني، فجبت الجهاز الحجم الاصغر وعملتها وقفلتها بيه. هي بتبقى لينه قوي لما تفك، فخلوا بالكم من الموضوع ده لانها ممكن يعني تبوظ في ايديكم، فعملوها بعنايه شويه كده لانها بتبقى طريه بزياده. انا دي هحشيها جبن، ممكن تحطوا بقى فلفل الوان، ممكن تحطوا شبت اللي انتوا عايزينه. انا عملت شويه باللحمه المفرومه وشويه لحمه مفرومه على جبنه موتزاريلا، شويه بالجبنه الكيري. حطوا بقى الحشوات اللي انتوا حابينها، ممكن كمان تحطوا بسله وجزر بس يكونوا مسلوقين شويه، دي لو حابين تحشوها خضار، سبانخ. الحشوه يا جماعه ترجع لكم، مش لازم يكون عندك الجهاز ده عشان تحشي السمبوسك، عادي خالص، ممكن بسهوله جدا بتحطي الحشوه اللي انت عايزه تحشيها وبتقفليها، وبتقفليها بايديكي او بشوكه، برضو بتبقى سريعه جدا وبتلزق بسرعه جدا لانها عجينة لينة جدا جدا. انا هنا دي بحشيها جبنة كيري وزيتون، وهحط كمان ممكن جبنة موتزاريلا. انا حاطة جبنة موتزاريلا على جبنة تشيدر على شوية رومي، لان انتوا عارفين ان الموتزاريلا ملهاش طعم قوي، فانا بحب اعمل ميكس جبن كده، انا اللي بعمله او بيتباع جاهز كمان لو حابين. دي انا بوريكم، دي كانت لحمه متبقيه عندي مش حط عليها فلفل، انتوا لو حابين تقطعوا عليها فلفل الوان بقى براحتكم. نحط هنا جبنه على اللحمه، اظن مفيش اسهل من كده، ومش هتاخد منك وقت طويل في المطبخ، ومش هتضطري تقفي كتير وتعجني وكده، حاجه سريعه جدا عشان حر الصيف ده. طبعا الواحد بيكون عايز حاجات سريعه ما يقفش في المطبخ فتره طويله. انا هنا قفلتها عادي خالص، وبعد كده هعملها بالشوكه، بس دي كانت بايظه شويه، كانت ناشفه شويه، هي طالعه من الكيسه ناشفه، دي كانت اول واحده، فمعرفش كانت مش حلوه قوي، فانا عملت واحده تانية برضو بالشوكه. وكمان ممكن تقفليها عادي خالص بايدك زي اكنك بتقفلي القطايف. انا هنا ما خدتش بالي ان الكاميرا مش مبينه قوي، اهي كده بانت. طريقه القفل بقى ترجع لك، يعني في اكتر من طريقه، مش لازم يكون عندك الجهاز زي ما قلت لك. بعد كده تتحمر في الزيت عادي خالص، بس هو الزيت بيبقى كتير شويه طبعا، ولازم يكون الزيت سخن، بس مش تسخني الزيت قوي عشان ما تحطيش السمبوسك
تتحروق بسرعة، يعني لازم يكون الزيت سخن بس مش سخن قوي. ما بتاخدش وقت طويل في التحمير، فانت لازم تقفي قدامها على طول لانها بتتحمر بسرعة جدا. وبكده السمبوسة اتحمرت، وبطلعها على مناديل الاول عشان تشرب الزيت الزيادة. بعد ما صفت زيتها قدمتها في طبق التقديم، ممكن تقدميها مع اي صوص انت بتحبيه. انا هنا مقدماها مع رانش وتشيلي صوص، ممكن كمان تحطي كاتشب، مايونيز، اي طعم انتوا بتحبوه بيك تيستي المتوفر عندك ممكن تستخدميه. واتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو واكون عرفتكم حاجة لبعض الناس ما كانوش عارفينها. وانتظروني في الفيديو القادم. باي باي.